هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وبعض الناس إذا رأى الإنجاز يكون غافلا عن الموفق، ينظر إلى التوفيق دون الموفق، ينظر إلى الحركة دون المحرك، ينظر إلى الظواهر دون من أظهرها، ينظر وينظر وينظر ولكنه يبقى محبوسا ضمن نطاق ماديته وضمن أقفاص ذاتيته، لا يرتقي نظره إلى النظر الإيماني الصحيح بأن الله عز وجل هو الموفق. إذا صليت، أنت صليت وأنت بذلت الجهد وأنت توضأت وذهبت إلى المسجد، ولكن من الذي حرك قلبك للوقوف بين يديه؟ من الذي خلق لك الماء لتتوضأ؟ من الذي أزال عنك كل عائق حتى استطعت تأدية الصلاة؟ من الذي علمك كيف تصلي؟ من الذي سبقت إليه بوادر إحسانه؟ من الذي اختار لك بالأصل أن تكون مؤمناً؟ أنت أكرمت بالإيمان بدون استشارة، وإنما هو فضل الله عليك